أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه الفقرة ومجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. عقد اتحاد نقابات عمال مصر مؤتمره الأول تحت عنوان دور مصر في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وده كان بمشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية. نتابع هذا التقرير. العمل على دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مناقشة وموضوعات نتناولها مؤتمر اتحاد نقابات عمال مصر، والذي جاء تحت عنوان دور مصر في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من ممثلي النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني. حقوق الإنسان تعتبر من أهم الملفات اللي موجودة وبتقابل الدولة في ظل التحديات اللي موجودة حاليا سواء الإقليمية أو سواء الدولية، فملف حقوق الإنسان يعتبر كان من أهم أولويات الدولة إنها تبدأ تلقي الضوء وتبدأ تشتغل على كافة المحاور المتخصصة فيه، سواء كان التعليم في الحياة، الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا ومراقبة العصر. دور العمال في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة اللي جاية، حقوق العمال وواجباتهم، هنتكلم على عملية التحول الرقمي وعملية الحوكمة وأثارها الإيجابي على الشركات والهيئات العامة، توجه الدولة بالنسبة لذوي الإعاقة، بالنسبة للمرأة وتمكين المرأة. المشاركون بالمؤتمر تناولوا دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ودور اتحاد نقابات عمال مصر في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات العمالية الجديدة. في محور مهم جدا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متعلق وفقط بالمرأة المصرية، وخاصة فيما يتعلق به تنفيذ الأحكام والمتعلقة به، سواء النفقة الشهرية أو أيضا نفقة الأطفال والمرأة المعيلة. وبالتالي مشاركتنا النهاردة ليها علاقة بفكرة كل التطورات اللي ليها علاقة بالبنية التشريعية، كيف لنا أن ننفذ ذلك على أرض الواقع. تعزيز مشروعات الحماية الاجتماعية واحترام حقوق المواطنين في التعليم والصحة والمبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين يعكس حرص الدولة بتعزيز مفهوم الشامل لحقوق الإنسان وفقا للاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030. مؤتمر اتحاد نقابات عمال مصر أكد على موقف مصر الثابت والداعم لدعم ملف حقوق الإنسان من خلال إصدارها لعدد من التشريعات التنفيذية والمبادرات الرئاسية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تعزز من حماية حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين التزاما بالمواثيق الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لدعم ملف حقوق الإنسان. من داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أحمد ممدوح، أني. وصلت إلى القاهرة أمس مقتنيات معرض ملوك الشمس الذي أقيم بالمتحف الوطني بالعاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 30 أغسطس من عام 2020 حتى 30 سبتمبر 2021. والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال إن المعرض شهد نجاح باهر وإقبال كبير من الزائرين سواء من دولة التشيك أو من الدول المجاورة لها، حيث تخطى عدد الزائرين حاجز 500,000 زائر خلال فترة المعرض. وأشار إلى أنه تم تمديد المعرض فترتين متتاليتين بناء على طلب الجانب التشيكي بسبب الإقبال الكبير عليه، مؤكدا أن هذا المعرض أدى إلى زيادة عدد السائحين الوافدين من التشيك إلى مصر خلال الفترة الماضية. جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس هو أول معرض للأثار المصرية القديمة يقام في جمهورية التشيك، وقد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار ورئيس الوزراء التشيكي أندريا بابش في شهر أغسطس من عام 2020، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عام على العمل الأثري للبعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية. ضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في هذه المنطقة الأثرية، من بينها رأس تمثال للملك رع نفر إف ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة، منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين، ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى 10 تماثيل أخرى.
بيواصل معرض تراثنا للحرف التراثية أعماله وفعالياته في دورته الثالثة. المعرض بيشارك فيه أكثر من 1500 عارض، من بينهم عارضون من دول الإمارات والأردن والسودان، وبينظمه طبعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. قبل يوم من ختام فعالياته، شهد معرض تراثنا للحرف اليدوية زحاما من الزائرين على معظم أجنحة المعرض، وانتعشت حركة البيع والشراء خاصة في المنتجات الخزفية والجلدية والخشبية. وأكد العارضون أن المعرض يعتبر جسرا للتواصل مع الزائرين حتى بعد انتهاء الفعاليات لاستمرار عملية البيع. المعرض هي دلوقتي يعني من بعد اللي حصل طبعا ايام الكورونا والاحداث اللي حصلت في البلد كتير دي، ما بقاش لنا دلوقتي غير المعارض بس هي اللي بنسوق منها منتجاتنا بتاعت الورشه كلها. طبعا احنا في المعرض هنا كل سنه بنقدم طبعا حاجه جديده، ودي ميزانيه اللي خلتني بعد كده اشترك في المعارض، اللي انا ما بشتغلش على منتج واحد طول عمري، انا بفضل اشتغل طول كل سنه بفضل اجدد. انت هنا للسبلايرز على طول، انت هنا مش هتروح مثلا لو انت عايز، لو في كلاينت عايز حاجه معينه او ديزاين شويه اسلاميك، انت مش هتروح تفكر مين يعمله لك، انت هنا عندك السبلايرز، عندك الناس اللي هي اصحاب الحرف واصحاب المهنه اللي هو يقدر يديك احلى اعلى كواليتي باقل سعر ممكن بالنسبه ان انت تعرف تشتغل بيه بعد كده. يعني الزائرون بمختلف اعمارهم اشادوا بالتنظيم والاسعار التي اعتبروها انها تتناسب مع المنتجات ذات الجوده العاليه. اكتر حاجه عجبتني في المعرض ان هو معظم الحاجات هاند كرافت، معموله بالايد يعني، وصناعه مصريه، وانا ليا كذا حد اعرفه هنا يعني ليهم بروجكت يعني، فبحب اجي اسابورت دم، بس غير ان الاجواء يعني لذيذه وكده يعني. نجح معرض تراثنا في احداث حراك ثقافي متميز بين منتجاته التي جاءت من جميع محافظات مصر، وجمعت بين اصاله الماضي وعراقه الحاضر. تمثل المعارض التراثيه فرصه ذهبيه للجميع فيما يخص العارضين، فهي جسر للتواصل حتى بعد انتهاء المعرض، وفيما يخص الزائرين فهي فرصة للحصول على منتجات وبجودة عالية. محمد الخطيب، النيل. أسست لاعبة كرة قدم مصرية أكاديمية لتعليم الفتيات التي يرغبن في ممارسة لعبة كرة القدم النسائية، وده طبعا بعد مسيرتها من الهواية والاحتراف. نتابع. كانت فريدة سالم تلعب جنبا إلى جنب مع نظرائها الذكور في معظم مسيرتها كلاعبة كرة قدم في مصر. بدأت المدربة الشابة البالغة من العمر 28 عاما محاولتها للعب الكرة بشكل احترافي وهي في 12 من عمرها، لكنها لم تتمكن سوى من اللعب في فرق الرجال بسبب عدم وجود فرق للسيدات في ذلك الوقت. وكانت مهاراتها ومواهبها الواضحة سببا في انتقالها إلى كندا لتلعب بشكل احترافي هناك لبضع سنوات. ولدى عودتها إلى مصر قررت ألا تواجه الفتيات في مقتبل العمر نفس التحديات التي واجهتها من قبل. فكرة الأكاديمية جات لي من وأنا صغيرة، هو أن أنا ما كنتش لاقي أكاديميات بنات، كنت بلعب في أكاديميات ولاد، وكان كذا مرة يتقال لي لأ ما ينفعش ألعب مثلا ماتشات، ما ينفعش ألعب دوري عشان ده فرقة ولاد. ساعات كتير كان بيوقفوني بوزيشنز انا مش عايزه اقف، مثلا دفاع او جون، ما كنتش حاسه ان انا مرتاحه. ففكره ان انا افتح اكاديميه عندي من وانا صغيره علشان اقدر اصلح اللي ما كانش موجود، او اوفر فرصه للبنات وهم صغيرين انهم يتمرنوا في مكان يبقوا مرتاحين فيه وبيتمرنوا مع بنات وناس مهتمه بيهم. في يناير عام 2019 أسست فريدة أكاديمية إمباور لتسمح للفتيات الصغيرات اللائي يرغبن في ممارسة اللعبة، وتتراوح أعمارهن بين 5 و 18 عاما بتحقيق أحلامهن والاستمرار ومواصلة الطموح. بدأت ألعب كرة وأنا عندي 12 سنة، الموضوع كان هواية في الأول، وبعد كده لما لقيت إن أنا بحب الرياضة دي أكتر من أي رياضة تانية ابتديت أحاول أخدها بشكل احتراف أكتر. بدأت فرقة في المدرسة، وبعدين نزلنا بطولات دورات رمضانية وكده، وبعدين من الدورات دي حد في نادي كبير اكتشفني وقالوا لي ان انا لازم ادخل الفريق عشان انا موهوبة، وقعدت العب في مصر شوية لغاية لما جالي فرصة ان انا احترف بره في كندا وسافرت، وبعدين رجعت مصر تاني. من المقرر ان يشارك فريق امباور اكاديمي بالتعاون مع احدى الاندية المملوكة للقطاع الخاص
في دوري كرة القدم هذا العام للناشئين تحت سن 14 و16 عاما. لما جيت الأكاديمي طريقة لعبي اتغيرت للأحسن، ولقيت ان انا بقيت اعرف افكر احسن وانا في الملعب، يعني في الماتشات اعرف اباص لمين واعرف احدد قبل ما يجيلي الكورة. وتأسس الفريق الوطني لكرة القدم للسيدات في مصر عام 1999، لكن في حين يشارك ما يقرب من 12 فريقا في الدوري المصري لكرة القدم، لا توجد فرق نسائية في أندية القمة مثل الأهلي والزمالك. افتتح الفنان الفلسطيني مجد عبد الحميد، وهو أحد الناجين من انفجار بيروت العام الماضي، أول معرض منفرد له في بروكسل هذا الشهر. بيقدم فيه هذا الفنان تركيبات تطريز وفيديو للتعبير عن مرور الوقت. بيطرز الفنان التشكيلي مجد عبد الحميد الأقمشة اللي بيجمعها والأشياء التي يجدها من الوسائد حتى مناشف المطبخ. في بعض الأحيان بتكون غرز التطريز ملونة، وفي في أحيان تكون بيضاء فقط على اللون الأبيض، وصممت كصورة تجريدية للوقت والأماكن التي مر بها، كما أنها تتطرق للحروب والأزمات السياسية والاقتصادية وجائحة كوفيد-19. المعرض المقام هو أول معرض لجميع أعمال عبد الحميد. أعلنت السلطات الأسترالية اعتزامها بناء مركبة فضائية بحثا عن الأكسجين على سطح القمر. نتابع. بحثا عن وجود حياة محتملة على سطح القمر، وافقت أستراليا على تصنيع مسبار قمري جوال شبه مستقل يزن 20 كيلوغراما بهدف اصطحابه أثناء المهام التي تقوم بها وكالة ناسا لعلوم الفضاء إلى القمر بحثا عن الأكسجين. وبحسب الوكالة الأسترالية لعلوم الفضاء، فإن المركبة ستعمل على جمع التربة التي تحتوي على أكاسيد، فيما ستقوم وكالة ناسا باستخدام معدات منفصلة لاستخراج الأكسجين من التربة. منذ أكثر من عقد ونصف ونحن نشترك مع وكالة ناسا لعلوم الفضاء في تقريبا جميع المهام الفضائية التي تقوم بها. فيما يخص هذه المهمة، فنحن نسير بخطى متوازية مع استراتيجية الفضاء المدنية والتي شاركت فيها أستراليا بقوة جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات والمنصات العالمية المنخرطة في علوم الفضاء. وتكمن أهمية هذه المهمة كونها ستعمل على استخلاص غاز الأكسجين من على سطح القمر في محاولة لدعم وجود حياة محتملة على سطح القمر. وسيستخدم الأكسجين المستخرج من تربة سطح القمر في النهاية للحفاظ على الوجود البشري على القمر، فضلا عن دعم البعثات المستقبلية إلى كوكب المريخ. نائب رئيس وكالة الفضاء الأسترالية أنتوني مارفيت قال إن الوكالة استوحت فكرة تحليل تربة القمر للعثور على الأكسجين من التكنولوجيا المستخدمة في التحكم عن بعد من شاحنات تفريغ ضخمة والتي تنقل خام الحديد من المناجم في شمال غربي أستراليا. بيل نيلسون مدير وكالة ناسا لعلوم الفضاء قال من جهته إن الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأسترالية لعلوم الفضاء لاستكشاف الأكسجين من خلال تحليل التربة القمرية ستعمل على تقوية العلاقة مع أستراليا فيما يتعلق باستكشاف الفضاء، والتي تعود إلى أكثر من 50 عاما. الإنسان طبعا هو الإنسان، وقمة معاني الإنسانية بتتجسد عندما يفكر الإنسان في أخيه الإنسان الأقل ضعفا. من أجل إيجاد حل للمشردين في شوارع بريطانيا، ابتكرت إحدى الجمعيات المعنية بالشؤون الاجتماعية طريقة جديدة. هي قامت باستغلال الأوتوبيسات القديمة، وقامت بإعادة استغلالها وتقسيمها وفرشها وتقديم الخدمات المختلفة للمشردين. بتوفر هذه الأوتوبيسات خدمات طبية وصحية للمشردين، بالإضافة لمساعدتهم على عمل مشروعات بتغير من حياتهم. ازداد عدد المشردين في شوارع بريطانيا خاصة بعد الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا الأخيرة. عاد معرض نيويورك للقصص الهزلية في أعقاب إقامته كحدث افتراضي العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، ورجع المعجبون بمركز جاكوب كي للمؤتمرات من أجل مهرجان ثقافة الكتب المصورة
الهزلية. تم تطبيق القواعد الخاصة بالحماية من كوفيد-19، وينبغي على الحضور من سن 12 عام فيما فوق الحصول على جرعة اللقاح كاملة. كمان الأطفال من سن 11 سنة وأصغر يجب أن يظهروا دليل على سلبية اختبار إصابتهم بكوفيد، كما يجب على كل الحضور ارتداء الكمامات ما عدا خلال تناول الطعام أو الشراب. من المتوقع حضور 140 ألف معجب بنفسهم في معرض هذا العام، بالإضافة إلى إمكانية حضور الأشخاص بأنفسهم للحدث. فإن المعجبين غير القادرين على الحضور شخصيا يمكنهم شراء تذاكر رقمية سارية المفعول لأيام المعرض الأربعة. تتضمن الشخصيات المدعوة هذا العام فريق الممثلين وطاقم العمل في فيلم ستار تريك الاكتشاف، وأيضا فريق الممثلين وطاقم عمل فيلم صائد الأشباح الحياة بعد الموت، وسيتم إقامة ندوات لعدد من الأفلام الأخرى الشهيرة. في فرنسا استقبلت حديقة حيوان باريس ضيفا جديدا من حيوان وحيد القرن الأبيض. ظهر هذا الصغير وهو يحاول الوقوف على قدميه بعد ولادته بساعة ونصف، ويتمتع بصحة جيدة، وتقوم والدته برعايته والتجول معه للمساعدته للتعرف على العالم الجديد من حوله. تم تسمية الصغير باسم موصل، وبيعتبر هو الابن الثالث، وبيأتي تكليلا لنجاح مركز الحماية على الحفاظ على هذه السلالة النادرة والمعرضة لخطر الانقراض. كده مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الفقرة مع أهم الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. فقرات هذا الصباح مستمرة معكم على مدار اليوم، وبعد قليل أهم الأخبار الرياضية.